السلام عليكم. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. عندي ثلاثة أسئلة. السؤال الأول شبهات حول السنة. عند الناس الليلة يمكن من بني جلدتنا ينكروا الرجم، ينكروا عذاب القبر بحجة إنه يعني زي الرجم مثلا المفروض تكون في آية صريحة واضحة في القرآن، ما يكون في السنة لأن السنة منقولة عن 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 دي حجتهم. دي الحجة. ده السؤال الأول. السؤال الثاني نبذة عن السرورية. السرورية آية. السؤال الثالث الرجم في القانون السوداني. هسا عندنا نحن في القانون بنت إذا تزوجت عمرها 13 سنة قول اتطلقت ما اتطلقت، المهم وكده عمرها وصل 15، طبعا 13 كان بالغة، وكده عمرها وصل 15 سنة زنت، القانون السوداني ما بيرجمها. هم هسا عندنا ناس الليلة بيقولوا ده حكم بغير ما أنزل الله وبيقوموا بيكفروا الحاكم. شكرا بارك الله فيك. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. مسائل عذاب القبر وكذا دي يطول الوقوف معها، لكن النازل بيقولوا زي ما قال الأخ والرجم وغيره بينكروها لأنه قالوا في ظنهم إنها ثابتة بالسنة، والسنة يعني ضعيفة لأنها جاية بعن وعن. وطبعا دي ذاتها أول حاجة شبهة ضعيفة، لأن شبهة دي ذاتها جاية بعن وعن. شبهة دي ذاتها جاءت بعن وعن لأنه جابها المعتزلة زمان. الزول اللي بيقول الكلام ده جابه من المعتزلة سنة 200 وحاجة بدو، القرن الثالث الهجري. فيبقى شبهة دي ذاتها باطلة لأنه جاية بعن وعن. ده نمرة واحد. نمرة اثنين من قال له أن ذلك لم يثبت بالقرآن عذاب القبر؟ ربنا عز وجل قال النار يعرضون عليها غدوا وعشيا. قال ابن كثير رحمه الله هذه الآية أصل عند أهل السنة في عذاب القبر، وأدلة كثيرة. النبي صلى الله عليه وسلم حديث المشهور عند الناس ذاتهم حتى عند العوام. النبي صلى الله عليه وسلم مر على قبرين وقال إنهما لا يعذبان وما يعذبان في كبير، أما أحدهما فكان لا يستنزه أو لا يستتر من البول، وأما الآخر كان يمشي بين الناس بالنميمة إلى آخر الحديث. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال إنهما لا يعذبان. والزول في الصلاة قبل التشهد الأخير بعد التشهد والصلاة الإبراهيمية بيقول وأعوذ بك من عذاب القبر، عرفتها؟ فيبقى ده لما يا ما بصلوا يا ما مقتنعين بالكلام ده في الصلاة، عرفتها؟ ده نمرة واحد. نمرة اثنين الرجم ورد في السنة، وقد أورد البخاري رحمه الله أن عمر رضي الله عنه قال بعد أن صعد المنبر وسكت المؤذنون قال إني قائل اليوم مقالة فمن سمعها فوعاها فليؤدها حيث انتهت به راحلته، ومن لم يعيها فإني لا أحل لأحد أن يكذب علي. ألا إن عذاب القبر حق، ألا إن الرجم حق، ألا وقد رجم رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجمنا بعده، ألا يوشك أن يأتي على الناس زمان فيقول أحدهم إني لا أجد الرجم في كتاب الله فيترك الرجم فيترك سنة من سنة نبيهم فيهلك. ألا وإن الرجم حق، قال بالاعتراف أو إذا ظهر الحبل أو بالشهود أو كما قال رضي الله عنه. فدي تنبأ بها أو يعني تحدث بها، ألهم بها عمر رضي الله عنه، ألهم بها من قديم الزمان، ولعله أخذها من حديث النبي صلى الله عليه وسلم، حديث المقدام ابن معدي يكرب الكندي في كتاب السنة من سنن ابن ماجه. قال ألا يوشك رجل متكئ على أريكته شبعان. قال شراح السنة شراح سنن ابن ماجه قال وهذا يدل على البلادة، زول بليد، عرفته؟ قال فيقول بيننا وبينكم كتاب الله، فما وجدنا فيه من حلال أحللناه وما وجدنا فيه من حرام حرمناه، ألا وإنما حرم رسول الله مثل الذي حرم الله سبحانه وتعالى. فلعل عمر أخذه من هذا. فالرجم يا أخواننا، النبي صلى الله عليه وسلم رجم حديث ماعذ الأسلمي. النبي صلى الله عليه وسلم رجم أبو داود برا وجاب له 15 رواية، لأنه نحن لما نجي نناقش النازل في مسألة الرجم يقولوا الرجم من الشبهات بتاعتهم، وديل الأخوان المسلمين أصل الناس اللي بيجيبوا الكلام ده في العصر الحديث هم الأخوان المسلمين، ناس سيد قطب وحسن البنا، عرفته؟ والجماعة ديل ده شيوخ. سيد قطب يمكن يكون عنده كتاب تفسير عندكم في المكتبة، الله أعلم، ما بعرف،
عنده كتاب اسمه في ظلال القرآن، ما بعرفه موجود ولا ما موجود. موجود مش؟ لو مشيت فتحت تفسير سورة الفلق أو الناس، قال والسنة الأحاد لا يؤخذ بها في العقائد والأحكام لأنها ظنية الثبوت. يلا نجي نناغشهم لك. أول شبهة بقولوها، يقول لك يا أخي القرآن القرآن ثابت. نحن بناخذ، لا بيقولوا أول شبهة بقولوها، نحن بيقولوا نحن ما بناخذ بل في السنة، بناخذ في القرآن فقط، نأخذ الذي في القرآن. طيب ليه ما بتاخذوا في السنة؟ يقول لك لأنه القرآن محفوظ والسنة منقولة بالعنعنة. طيب القرآن برضو ما منقول بالعنعنة، الصحابة نقلوا، السنة هم الصحابة الذين نقلوا القرآن. يا تقبل بين الاثنين يا تكفر بين الاثنين، عرفتها؟ ده نمرة واحد. نمرة اثنين بنقول له هل أي حكم إلا يثبت بالسنة، إلا يثبت بالقرآن؟ عندك تفاصيل الصلوات ما ثبتت بالقرآن. الظهر كم ركعة؟ 4 ركعات، وين في القرآن؟ في آية. العصر 4 في آية، المغرب 3 في آية، الصبح 2 في آية. تقول شنو في القراءة؟ الفاتحة هي ركن، وين في القرآن؟ في الركوع تقول شنو؟ وتركع كيف؟ وتستقبل القبلة، عرفتها؟ وتكبر وتقول أدعية الاستفتاح وتسجد، دي وين في القرآن؟ إلا استقبال القبلة، وين في القرآن؟ وين؟ عرفتها؟ ومسائل كثيرة جدا موجودة. العلماء قالوا منها تحريم المرأة على خالتها، يعني زوجتها المرأة تاني بجوز لك تتزوج شنو؟ خالتها. ده في القرآن وين؟ ولا الناس تمشي تعقد على المرأة وخالتها، عرفتها؟ عشان نمشي نوديك هناك نطبق عليك الحد في الحاكم يعني، عرفتها؟ فيبقى أخواننا السنة دي شارحة للقرآن. ربنا قال وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم. طيب ما نزل إليهم هو شنو؟ ربنا نزل لنا شنو؟ القرآن. وقال وأنزلنا إليك الذكر لتبين، البيبين به والنبي صلى الله عليه وسلم القرآن هو شنو؟ والسنة. يبقى السنة ثابتة بشنو؟ القرآن ذاته. ربنا قال واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله وشنو؟ والحكمة. طيب آيات الله عرفنا، القرآن الحكمة دي شنو؟ السنة، عرفتها؟ وأدلة كثيرة جدا. ربنا قال وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما، وأدلة كثيرة جدا. فالزول اللي بيقول ما دارين سنة ده كافر بالقرآن وكافر بالسنة. أول حاجة كافر بالقرآن، لأنه القرآن قال لك شنو؟ أخذ السنة. وربنا قال والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا شنو؟ وحي يوحى. وهذا يشمل القرآن ويشمل شنو؟ السنة أيضا. طيب أما قال البيت إذا زنت لا ترجم، وإذا حصلت 15 سنة وتزوجت 13 سنة لا ترجم. فالحكم الشرعي إنه يا أخواننا إذا تزوجت المرأة، تزوجت المرأة ثم زنت بعد زواجها ما لم يكن هناك مانع من إكراه أو اغتصاب، فإنه شنو؟ فإنه يقام عليها الحد، عرفتها؟ بعد ذاك الحاكم إذا ما طبق الحدود، ربنا سبحانه وتعالى قال ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. فيكون كفرا أكبر إذا كان هذا الحاكم يرى أن حكم غير الله أحسن من حكم الله وأفضل، أو يرى أن حكم غير الله زي حكم الإنجليز والهنود الغانون الإنجليزي والهندي وغيره زي حكم الله واحد، ده كافر كفر أكبر. أو قال لا حكم الله أحسن لكن يجوز الحكم بالغانون الهندي، ده برضو كافر كفر أكبر، عرفتها؟ وغير من أو جحد حكم الله أو كذب بحكم الله، هذا أيضا كفر وكفر أكبر. لكن قال والله الحدود دي تمام، لكن لخوف أو لشهوة، خايف مثلا من أمريكا أو من الأمم المتحدة أو غيرها أو غيرها، وما طبق حكم الله، وهو في جوة قلبه عارف إنه حكم الله ده الأفضل والتمام، وإنه حد الله هو الأفضل والأحسن، ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون، فده كافر كفر أصغر لا يخرج من الملة. وهذا تفسير ابن عباس. والمسألة دي أخواننا بتوضح ليك ليه نحن قلنا سلفيين. ليه؟ لأن أخواننا فهم القرآن والسنة بفهم السلف
هو العاصم للناس من الفتن. لأنه ليلة زل وقال ليلة بس القرآن براسنا بس بيجيك بتاع داعش يقول لك ربنا قال ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. ما قرآن ساي براسي بس، ما انت قلت ما في ما دارين سلف، الناس اللي بيقولوا ما دارين سلف. طيب تمام، يعني تاني لا تقول لي قال قتادة ولا ابن كثير ولا ابن عباس ولا واحد من الصحابة الكرام والعلماء الأفاضل، نخليهم بعيد مش ويزور راس براس مش هاي. يجيك بتاع داعش يقول لك ربنا قال ومن لم يحكم بما أنزل الله، دي مش آية؟ طبعا ما بتقدر تقول ما آية هاي. يقول لك خلاص من اسم موصول شرطية للعموم مش أي زول لم يحكم بما أنزل الله كافر طوالي. طيب يقول لك لازم نقتلك، تقتلني كيف؟ ما دي الحكام أنا ما حاكم. ربنا قال ألم ترى إلى الذين يزعمون أنهم بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت. يقول لك صح الحاكم كافر وإنت ما حاكم، لكن إنت لما تتنشل منك حاجة بتمشي بلاغ في الشرطة صح أي؟ يقول لك ما كده تحاكمت للطاغوت إنت ذاتك كافر. ما بالقرآن ساي من غير فهم السلف، وده الورط ناس داعش والخوارج إنهم خلوا منهج السلف بعيد، ده البقام تكفيرين. عشان كده السلف قالوا ويلزم الخوارج أن يكفروا كل صاحب معصية. يا أخواننا ربنا نزل في القرآن تحريم الزنا ولا تحليل الزنا؟ تحريم الزنا، الزنا حرام مش؟ ربنا قاله في القرآن. طيب الزاني ده حاكم بما أنزل الله ولا بغير ما أنزل الله؟ بغير ما أنزل الله، يبقى هو كافر. شوف ما عندك عصمة من منهج الخوارج إلا ترجع لمنهج منه؟ منهج السلف الصالح. عشان كده القرآن والسنة يفهمان بفهم من؟ فهم السلف من الصحابة والعلماء السائرين على منهاجهم. عشان كده انت لو دار تناقش اي زول لابد تلزمه بالكلام ده. الشيوعي اول حاجه بنلزم انه الله فيه، بعد ذاك نجي نازلين معه انه الرسول فيه، انه ربنا رسل الرسل وربنا خلق الكون وربنا ربنا حكيم صح. انت امنت الله فيه اي ربنا حكيم ولا ما حكيم؟ لو غلطك في حكيم تقول له الشجره دي شوف ربنا حكمها كيف، والبني ادم خلقه كيف، والشجره خلقها كيف، والمطر ربنا خلقه كيف، يبقى ربنا حكيم ايوه، والشمس بتشرق كيف، والسنه كم يوم حصل الايام، السنه جاتت مرة سنة 150 يوم ومرة سنة 300 ومرة سنة 700 كده حصل ما حصل، يبقى ربنا حكيم ولا ما حكيم؟ ده قبل الآية والحديث ربنا حكيم. طيب ربنا الحكيم بيخلي الناس عبس ساي يخلقهم عبس ساي ولا برسل لهم وبينزل لهم دين وشريعة؟ بينزل لهم دين وشريعة. بعد ذاك تجيو بقية التفاصيل كل مرة تغنع خطوة خطوة، عرفتها؟ كذلك أهل البدع التانين نحن بنلزمهم بمنهج السلف، بمنهج السلف من الصحابة. زي الآية ربنا قال الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. الصحابة فهموها بفهمهم العربي باللغة العربية، وده فيه دليل أن اللغة العربية براها ما كفاية في تفسير القرآن، صحيح مهمة وجزء أساسي لكن ما هي الوحيد، عرفتها؟ فقالوا وأينا لم يظلم نفسه، ربنا قال الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن. يعني لو داير ربنا يجعل لك الأمن والهداية في الدنيا والآخرة ما تلبس ما تخلط إيمانك بظلم، وظلم هنا نكرة نكرة، فتعم أي ظلم سواء كان معصية صغيرة أو كان شرك أو كان كبيرة. لكن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا، قال ألم تسمعوا قول العبد الصالح لقمان لابنه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك شنو لظلم عظيم. فالزول الممنوع من الأمن الكامل في يوم القيامة أو الأمن يوم القيامة هو الإنسان المشرك. لكن الإنسان لو جاء موحد وعنده معاصي له أمن بحسب هذا الإيمان، فقد يدخل إلى النار وقد يعفى عنه. أما الذي جاء بالإيمان الكامل ربنا بدخله الجنة طوال، عرفتها؟ فيبقى يا أخواننا القرآن براو اللغة العربية برا ما كفاية في شنو؟ في فهم القرآن وفهم السنة، لابد من فهمهما بفهم السلف الصالح. ولذلك دي شبهة. الشبهة الثانية اللي بيقولوها يقول لك لا السنة دي لأنه جاءت بالآحاد، ويقسم السنة إلى متواتر وآحاد. مش قريتوها في مادة زي دي في أصول مصطلح الحديث؟ مش سنة لا في موجودة في الجامعة، بتكون موجودة في الجامعة في مش مادة مصطلح الحديث. قاموا قسموا السنة إلى متواتر وآحاد.
طيب التقسيم ده أول حاجة العلماء قالوا ده تقسيم أهل البدع والضلال، لأنه خبر الواحد إذا علم صدقه وصفات معينة يجب القبول به في القرآن، في القرآن، القرآن ذاته يقول لك تأخذ خبر الآحاد والواحد. ربنا قال يا أيها في سورة الحجرات يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبين، وفي قراءة فتثبتوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم شنو نادمين. طيب من وين الإمام القرطبي قال الآية دي فيها دليل على الأخذ بخبر الواحد؟ من وين؟ ربنا قال يا أيها الذين آمنوا، خاطب أهل الإيمان، إن جاءكم، إن شرطية، جاءكم فعل الشرط، فاسق، الفاسق مفرد ولا جمع؟ واحد يعني من الآحاد مش فاسق، فتبينوا. الفاسق بنتبين في خبره نتثبت، أما العدل يجب شنو بمفهوم المخالفة إنه يجب شنو نأخذ من غير تثبت. إذن إذا كان الفاسق الواحد نتثبت، إذا تثبتنا في خبره نأخذ به، العدل إذا جانا بخبر نأخذ به ولا ما نأخذ به؟ وإذا أخذنا به نكون أخذنا بخبر الواحد ولا ما خبر الواحد؟ يبقى خبر الواحد حجة ولا ما حجة بالقرآن؟ حجة. الإمام البخاري استدل استدلال عجيب بآية برضو في سورة الحجرات، ربنا قال وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا، قال فيدخل في معنى فأصلحوا بينهما، فلو اقتتل رجلان لدخلا في معنى الآية. يعني ربنا قال يا أخواننا المؤمنين دل إذا تكاتلوا طائفتين أصلحوا بيناتهم. طيب لو جاء نفر بيجاي وجاء نفر بيجاي ويتقاتلوا أصلح ولا ما أصلح؟ أقول لهم لما تبقوا كتار ها واحد وبيجاي قال لا دخلوا في معنى شنو الآية، يبقى خبر الواحد نأخذ به، حتى في شنو حتى في القرآن يجب نأخذ بخبر الواحد. دي الدليل. التقسيم ده يا أخواننا تقسيم حادث إلى 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 يعني إلى إلى متواتر واحد. بعدين الرسول صلى الله عليه وسلم أخذ بخبر الواحد ورتب عليه الأحكام. النبي صلى الله عليه وسلم لما رسل معاذ إلى اليمن، معاذ كان كم؟ متواتر ولا أحد؟ كان أحد واحد. قال إنك تاتي أهل الكتاب، وأخذ به في العقائد والأحكام، فقال فليكن أول ما تدعون إليه شهادة أن لا إله إلا الله. ده توحيد ولا ما توحيد؟ ده إيمان. والأحكام أمرهم، قال له تأمرهم شنو؟ بالصلاة، وبعد ذاك تأمرهم شنو؟ بالزكاة. دي أحكام ولا ما أحكام؟ يبقى سيضغطوا بكلامه باطل وضال، وهو مجرم كبير في البلد دي، وهو ده المرق منه التكفيرين. انت قال التكفيرين وناس داعش وجبهة النصرة والناس اللي بيفجروا الناس، انت قال شيخهم منه؟ شيخهم سيضغطوا والسرورية، الحناجي نجاوب عليهم، ديل شيخهم منه؟ شيخهم سيد قطب. ودي أخواننا كلهم في النهاية ديل المنهج الذي سماه النبي صلى الله عليه وسلم والسلف بالخوارج. الخوارج سموا بالخوارج لأنهم خرجوا على أمير المؤمنين عمر، على أمير المؤمنين عثمان رضي الله عنه، سموهم الخوارج. والخوارج يا أخواننا عندهم موضوعين، وده يجب أنه ينتبهوا له والناس. الموضوع الأول إنهم بيكفروا الحاكم بغير وجه حق. الموضوع الثاني يخرجوا على الحاكم وينابذوا، يقالعوا يعني في الملك بالسيف. عشان كده العلماء قالوا كل أهل البدع من الخوارج، صوفي برضو خارجي، لأنه عملوا الحزب قال الصوفي الديمقراطي، وزات السودان ندم الآن بالمتناقضات. الصوفي بيقول لك الشيخ كن بين يدي شيخك كالميت بين يدي المغسل، تبقى ديمقراطي كيف؟ انت صوفي تبقى ديمقراطي؟ هل بتتجمع صوفي وديمقراطي بتجي؟ ما بتجي. هو صوفي تاكل 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 بعد ما الشيخ يأذن لك، تشرب مويه الوضوء حقة الشيخ، تتدردق في الضريح، تبقى ديمقراطي كيف ذاته كده؟ وانت ما عندك عقل ذاته تفكر به، خليك ديمقراطي ولا ما ديمقراطي؟ والله زي زول لما يكون بسيف يخد عقله زي كيس الصعود في الجزمه ويخش الجامع، ده الصوفي ما ممكن يكون ديمقراطي، عرفتها؟ لكن يا اخواننا في النهايه ده كله باطل وضلال. طيب اما مساله السروريه هي نسبه يا اخواننا، نسبه لرجل اظن مات اسمه محمد سرور نايف زين العابدين، اصلا كان من جماعه الاخوان المسلمين، بعد ذاك انفصل عنهم في التنظيم ولم ينفصل عنهم في المنهج، في منهجه اخو مسلم. بعد ذاك مشى لندن، قال الدول الاسلاميه دي كلها دول كفر، الدول الاسلاميه السعوديه السودان اليمن العراق
غيرها من الدول قال دي كلها دول كفر ومشى قعد في لندن. تخيل، طيب لندن دي دولة إسلام، الملكة إليزابيث دي سلفية ولا جنو؟ عرفتها؟ أنت القعدك هناك شنو؟ لأنه ذا الناس مجرمين دع منهم أعداد دين، والنبي صلى الله عليه وسلم قال في الخوارج كلاب النار. السرورية ديل الناس الدعموا ناس بن لادن أو كانوا معام أو قاسموهم، المهم عندهم علاقة بهم. وديل الأحدث الفتن وداعش وجبهة النصرة وغيره، وأحدث الفتن في بلاد المسلمين. والنبي صلى الله عليه وسلم قال يقتلون أهل الإسلام ويدعون شنو؟ أهل الأوثان في الخوارج. عشان كده ما بتلقى المشاكل بتاع داعش اليوم في أمريكا، ولا بتلقى المشاكل بتاع داعش الآن في السويد، ولا بتلقى الآن مشاكل داعش في إسرائيل، لكن بتلقاه وين؟ في بلاد المسلمين في العراق. عشان تعرفهم ذات صنيعة يهودية مجرمين، ناس داعش بيبيعوا في البترول، والناس دي كلها محاربة داعش. تخيل الناس كلها محاربة داعش، وبعد ده بيبيعوا البترول، بيبيعوا لمنو؟ ما سؤال انت كده يزعل روحك شوية كده بالراحة، عشان تعرفوا انه الخوارج دي الناس مجارم. فديل السرورية في السودان، عندك السرورية ناس عبد الحي يوسف لابد تعرفهم، وعصام احمد اسمه منو؟ على الدين الزاكي، وداك اسمه منو؟ مدسر احمد اسماعيل، ومحمد عبد الكريم، وبرضو في ناس من انصار السنة معهم زي الدكتور محمد الامين اسماعيل، ومين ومين ومين، مجموعة ديل كلهم سرورية، منهجهم منهج تكفيري. قد يكونوا ما منتمين لداعش عشان ما يغشوك، ممكن يعملوا محاضرة كبيرة يقول لك عملوا محاضرة في داعش قالوا داعش ككا، صح، لكن منهجك بتاع داعش. ما هو داعش بيكفر الحكام، انت بتكفر الحكام. داعش ما بياخد بكلام ابن عباس في الآية وانت ما بتاخد به. داعش بيقول بمسألة التشريع العام وانت بتقول بمسألة، اختلفتوا في شنو يعني؟ في الاسم واحد، الحقيقة واحدة. طيب فبعد ذاك يعني الإنسان يا أخوانا يأخذ بالأحكام الشرعية ويصلح نفسه أولا ويمشي لقدام إن شاء الله. وأنا يعني ده ذكرني السؤال بتاع الأخ جبيل، قال لماذا ندرس المناهج العلمانية وما موقف الطالب؟ يعني بس زيادة في الإيضاح والبيان. غدا زول الكتب المنهج ده يقول لك يا أخي نحن بندرس عشان نعرف، من باب قوله يعني من باب المقولة التي تقول عرفت الشر لا للشر ولكن لتوقيه، ومن لا يعرف الشر من الخير يقع فيه. لكن بنقول لماذا يعتمد المنهج العلماني وما موقف الطالب؟ موقف الطالب إنه يتعلم الدين الصحيح ويرد على هذا المنهج العلماني ويحذر منه أخوانه الطلاب ويبعد منه بعيد. طيب فرصة مفتوحة للمداخلات، في أسئلة موجودة برضو.